لا يزال الغليان يسيطر على مياه البحر الأحمر قبالة اليمن وحوله، مع تصاعد حدة التوتر بسبب المواجهات بين قوى دولية والحوثيين. من أحدث أوجه هذا التوتر استهداف بريطاني أمريكي لليمن بثلاث غارات ضربت مديرية الصليف بمحافظة الحديدة غربي البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام يمنية. الإعلان عن تلك الغارات جاء بعد إعلان آخر بتلقي هيئة بحرية بريطانية تقريراً عن الاعتداء على سفينة على بعد 57 ميلاً بحرياً جنوبي عدن، وأشارت الهيئة إلى أن طاقم السفينة بخير وهي في طريقها إلى الميناء التالي. بينما أعلنت وزارة الشحن اليونانية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة مواد نفطية تحمل اسم سونيون تعرضت لهجوم من قاربين صغيرين واستهدفت بثلاث مقذوفات في البحر الأحمر قبالة اليمن، ما ألحق ضرراً بالسفينة، لكنه لم يسفر عن إصابات بين الطاقم الذي يتألف من روسيين وبقيته من الفلبينيين. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية أن الناقلة أبلغت عن اقتراب زورقين صغيرين منها على متنها حوالي 15 شخصاً وحدوث تبادل لإطلاق النار بأسلحة صغيرة لفترة وجيزة. الواقعة حدثت على بعد 77 ميلاً بحرياً إلى الغرب من ميناء الحديدة اليمني، وفقدت الناقلة سونيون التي ترفع علم اليونان ويبلغ عدد أفراد طاقمها 25 فرداً القدرة على المناورة نتيجة للهجوم. وذكرت وزارة الشحن اليونانية في بيان أن السفينة تعرضت لأضرار. كما أوردت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن حادثاً آخر وقع في المنطقة نفسها، وقالت إن سفينة أخرى تعرضت لإطلاق نار من زورقين على بعد 10 أميال بحرية إلى الجنوب من الحديدة. غليان لا تسكن مياهه مع التوتر الإقليمي الذي يحدثه استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وينعكس على ممر بحري استراتيجي مهم لنحو 40% من حركة التجارة العالمية.